أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو شاهد لأول مرة والدة وزوجة وأولاد الإعلامي تمام بليق وأسباب نجاحه في البرامج الحوارية ومحطات في حياته وما لا تعرفون عنه. تمام بليق هو طموح وجريء ومقدام ومغامر وواثق، يعرف ما يريد ومتى يريد وأين يريد. استطاع ومن برنامج واحد أن يجعل من نفسه رقما يحسب له حساب في زحمة البرامج الحوارية، والتي تسعى جاهدة لابتكار الأفكار والأساليب المختلفة لاكتساب الجمهور وتسجيل أكبر قدر ممكن من التقدم والنجاح. وفعلا حقق المعادلة الصعبة بلا تشفير، فقد أحبها الكثير من المشاهدين وربما كرهها الكثير من المشاهدين، وفي الحالين النتيجة لافتة بالتأكيد. وكونه لم يترك المتلقي يدخل حالة اللا اكتراث أو اللامبالاة ككثير من مقدمي البرامج الذين لا تملك أن تكون معه ولا حتى ضده، ففي الحالين ثمة اهتمام ولفها وفضول. وقلما يسترعيهم إنسان عادي ليس لديه مقومات النجاح، لكن تمام بليق بحضوره الواثق اللافت اختزل الكثير من الوقت والكثير من الجهد ليكون بمصاف الإعلاميين الحاضرين بقوة. تمام محمد سليم بليق هو إعلامي كبير ويحمل الجنسية اللبنانية، ويحتفل في كل عام بيوم ميلاده في يوم 5 أكتوبر. وعرف تمام بليق بأنه صاحب مسيرة إعلامية ناجحة ومصداقية في طرح مواضيعه. أما على الصعيد الشخصي فهو معروف بأنه إنسان مثقف وصاحب روح جميلة ومحبوب من الجميع. والده المهندس سليم بليق ولديه 5 أشقاء هم عبد الرحمن وعبد الله وعبد الرحيم وعبد الهادي ومالك. والإعلامي تمام بليق متزوج من الصحفية ميرا العر بعد قصة حب بينهما ورزق منها بولد وبنت هما كريم وكلين. والبداية الإعلامية كانت من خلال عمل إداري في إذاعة الجديد، ومن هنا كانت الانطلاقة الفعلية له، حيث كانت من إذاعة ميلودي من خلال برنامج مين الأول. وبعد ذلك انتقل إلى التلفزيون من خلال قناة المرأة العربية من خلال برنامج ما تسكت عنه النساء، وطرح قضية تعنيف المرأة من خلال الرجل والمجتمعات بشكل عام. وثم بعد ذلك انتقل إلى التلفزيون الجديد وقدم 5 مواسم من برنامج بلا تشفير، والذي أثار جدلا واسعا واعتبره البعض نوعا من الصحافة الصفراء بسبب نوعية الضيوف وطريقة حوارهم. وبعد ذلك انتقل إلى الإذاعة عبر الجديد FM في برنامج اسمه بلا زعل. وفي سبتمبر عام 2019 عاد لتقديم البرامج عبر قناة لنا السورية ببرنامج لازم نحكي بمشاركة الفنانة السورية والمبدعة رنا شميس. ولازم نحكي هو البرنامج الأول من نوعه، لأنه يتناول معظم وأهم المواضيع الاجتماعية في البلدين الشقيقين لبنان وسوريا، وهو برنامج يجمع ولا يفرق، بل يعتبر جسر إعلامي هام بين البلدين وخاصة في المرحلة الراهنة. ومن اللطيف أيضا وجود نجمة من نجمات الدراما السورية في البرنامج تشاركها التقديم والمداخلات بخفة ظلها المعهودة. ويعرف عن الإعلامي اللبناني تمام بليق في إهانة ضيوفه وشتمهم على الهواء وإحراجهم بطريقة منفرة بحسب ما يؤكده متابعيه.
وتعتمد برامج الإعلامي الشهير تمام بليق التي تبث على تلفزيون الجديد اللبناني على ضيوف تثيرون الجدل عبر السوشيال ميديا. ويعتمد الإعلامي تمام بليق في حلقاته على أسئلة جارحة لاستفزازهم من خلال حديثه عن مشاكلهم وعن عدواتهم وأسرار علاقاتهم وتوجيه رسائل منهم لبعض الشخصيات التي يختلفون معها. ويرى الجمهور أن أسلوب الإعلامي تمام بليق ينتمي لنوعية البرامج التي تقوم على إثارة البلبلة والجدل لكسب عدد من المشاهدات من أجل الشهرة، ويندرج ذلك بحسب الجمهور تحت نوع الصحافة الصفراء. كما أكد كثيرون أن الإعلامي تمام بليق يتقمص شخصية الإعلامي اللبناني طوني خليفة في برامجه، خاصة في برنامج بلا تشفير الذي شبهه الجمهور ببرنامج لمن يجرؤ. وفيما يرى آخرون أن تمام بليق موهوب عليه أن يجتهد كي لا يقلد وأن يختار برامج حوارية تعتمد على المهنية وتحترم المتفرج قبل الضيف، لا سيما أنه يقدم برامجه عبر محطة لبنانية وتحظى بعدد كبير من المتابعين. ولا ادعاءات ولا أسرار ولا تعقيدات اعتمدها الإعلامي تمام بليق في برامجه التي قدمها، وكثيرون ربما لم يفهموه وكثيرون جدا أحبوا أسلوبه. ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر قدراته على انتزاع ما هو غير مألوف من ضيوفه، حتى بات خبيرا في فك شفرة هؤلاء الشخصيات الآتين من عالمي الفن والسياسة. ومن أهم البرامج التي قدمها الإعلامي الشهير تمام بليق هي مين الأول، ما تسكت عنه النساء، بلا زعل، بلا تشفير، لازم نحكي مع تمام. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.